بسم الله، شفنا مع بعض ازاي نعمل اوتوكاد ستاندرد بان انا بسيفه كاد ستاندرد دي دبليو اس، وبعد كده لو انا عايز اعمل تشيك في اي وقت باجي من مانج واقول له اعمل لي تشيك واتاكد ان الايرورات مظبوطه. طيب لو انا عندي كميه كبيره جدا من الملفات والمشاريع فبروح لكام ستارت واروح على اوتوديسك، وبروح على الاوتوكاد بلاقي عندي حاجة اسمها باتش ستاندرد تشيكر، ده بديله مجموعة من الملفات اللي هي الاوتوكاد العادي، ممكن اديله 100 ملف 200 ملف مفيش مشكلة خالص. ستاندرد ببدأ احط ملف الستاندرد بتاعي، اوبن البلاجنز بتاعي، ابدأ اشوف ايه الحاجات اللي انا عايزه يعمل تشيك عليها، النوتس، البروجريس، بعد كده ابدا اقول له ايه ستارت. هو بيعمل تشيك بيبدا يشوف ايه المشاكل اللي موجوده، الفرق بين الستاندرد والملف اللي احنا شغالين عليه، تمام، ويبدا يجيب لك التقرير بيقول لك ان في هنا الملف اللي اسمه دروينج فيه بس عنده مشكله واحده، ويبدا يجيب لك المشاكل ايه وتبدا تشوف ايه اللي ممكن تحلها. المشاكل كلها بتبقى لير اتكتب غلط او اسمه مختلف، ده انا بجيب له تقارير كامل على كل الملف. دي المشكله هيت ان في هنا لير اسمها HHHA ودي مش ستاندرد، فبدخل اشوف العناصر الموجوده عليها واحطها على اللير المظبوطه والغي اللير ديت او غير اسمها.